السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. احنا الأيام دي بنسمع كتير قوي عن السرطان، ما كناش زمان بنسمع عن السرطان بهذه الكثرة، ولم يكن مرض شايع قوي زي ما هو دلوقتي. بنسمع عن سرطان من كل نوع، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان المثانة، سرطان البروستاتا، سرطان الكبد، سرطان الشعب، سرطان المخ، سرطان الدم، سرطان المريء. ايه السر في كثرة السرطانات دلوقتي والأورام السرطانية؟ هو السبب الأول فعلا التلوث، يعني ما يخالط الأطعمة والحلويات اللي بناكلها من مواد مكسبات الطعم واللون والرائحة، وأيضا المواد الكيماوية المخلقة اللي بتخش في العقاقير، والمضادات الحيوية، وعوادم السيارات اللي مليانة رصاص وكادميوم في الشارع، وأنواع الإشعاع والنفايات المشعة والفيروسات ومخلفات الأسبستوس والبلاستيك فيعني كل دي ما كانتش زمان موجودة. ده سر كثرة الأورام السرطانية بأنواعها. بعض هذه السرطانات شايعة قوي وكثيرة زي سرطان الثدي والقولون والمثانة، وبعضها قليل الحدوث وبعضها نادر، وسرطان المريء اللي هو البلعوم سرطان من السرطانات النادرة، مش موجود في مصر إلا قليل قوي، وكذلك هو نادر برضه في أوروبا وأمريكا وفي العالم كله ما عدا مكان واحد، مكان واحد في العالم، في الصين، وادي اسمه لينشين. هذا الوادي مساحته 20 ميل مربع، يسكن فيه 70,000 مواطن. سرطان المريء موجود في هذا الوادي بكثرة غريبة، في كل 4 أفراد بيبقى فيهم واحد مريض بالسرطان، سرطان المريء، يعني 25%، يعني أكتر من الزكام. طبعا دي حاجة لفتت نظر كل الناس الأطباء والعلماء والمشغولين بالوبائيات والحاجات دي. الغريبة إن السكان بيربوا فراخ، فموجود فيه 100,000 فرخة في هذا الوادي. لاحظوا ان بين كل 4 فرخات في فرخة عندها سرطان مريء. الله، دي بقت حدوتة، الناس والفراخ حدوتة اعجب. نزل مهاجرين في هذا الوادي حوالي 50,000 مهاجر من مكان بعيد، ومعاهم فراخهم، الفراخ اللي جايبينها سليمة كلها. بعد سنة ظهر سرطان مريء في 12 فرخة من الفراخ، وبدأ يظهر في العمال المهجرين. ده حكاية غريبة دي، يعني ايه بقى؟ الفراخ بتخدم الناس ولا الناس بيخدم الفراخ، ولا الناس والفراخ بيخدم البيئة؟ واضح ان الفراخ بتاكل فضلات الناس، فكان طبيعي هيتجه النظر الى البيئة بجملتها، التربة، المية، الاكل، العادات الغذائية، نمط الحياة، الفيروسات الموجودة، أي نفايات إشعاعية ممكن تكون في المكان، أي مواد مسببة للسرطان. الأول ابتدوا يركزوا على مسألة الأكل وعلى مسألة العادات الغذائية، لأن هي دي الحاجة اللي بيشترك فيها الناس والفراخ. الناس في وادي لينشين بيعتمدوا في طعامهم على اللفت والبطاطا، وأيضا الطماطم
والذرة والحبوب، وبالنسبة للخضروات عندهم أهم حاجة الكرنب. اللفت بيبشروه وبعدين يفرشوه على السطح ينشف. الطماطم يهرسوها ويكوروها كده مع القمح والمجروش فتبقى كور وقرص، ينشفوها على السطح لغاية ما تبقى مدرنة ونشفة يقرمشوها بعد كده، وممكن تعيش 10 سنين بالشكل ده. بيشربوا الشوربة سخنة نار، بياكلوا العيش بتاعهم، يخبزوا كل 3 أشهر العيش، يعملوه عيش ذرة ويخبزوه على البخار، وبعدين لازم يسيبوه يعفن عشان يبقى طعمه كده زي الجبنة الروكفور. الكرنب يخرطوه ويحطوه مع المية يخللوه من غير خل، إنما يسيبوه في المية لغاية ما يعفن ويبقى طعمه لاسع، وبيحبوا الحكاية دي. دلوقتي قالوا الأول اتهموا الشوربة السخنة، قالوا بتلهلب الزور وبيحصل في الحلق بتاع الملعوم التهابات تقلب بالسرطان. الله، طب ما هو في الصين كلها بيشربوا الشوربة سخنة. قالوا حكاية القوطة اللي بيكعوروها كده ويأكلوها مضرنة ومقرمشة بتعور البلعوم ويحصل التهاباته. وبعدين ابتدوا يذكروا في الكتب اللي بتتكلم عن المواد المسببة للسرطان، فوجدوا مادة مذكورة في الكتب بتسبب سرطان المريء اسمها نيتروزامين. نيتروزامين دي مادة معمولة من شقين، شق نيترايت وشق الأمينات. الأمينات دي عبارة عن مجموعة مواد عضوية تنتج من تحلل البروتينات زي القمح والبقول والحاجات، فممكن تتوجد في أكلهم. النيترايت إيه اللي هيجيبها؟ دول ما بيستعملوش لأسمدة أزوتية ولا حاجة. وبعدين ده لازم النيترايت والأمينات يتحدوا مع بعض ويعملوا نيتروزامين عشان يحصل هذه المادة الشريرة. قالوا نجرب على الخنازير، جابوا خنزير وأكلوه وجبة من النيترايت ومن الأمينات، وبعد ساعة دبحوه طلعوا المعدة وفتحوها ودوها المعمل، طلعوا الأكل اتضح إن الوجبة تحولت إلى نيتروزامين. الله، ده مسكوا بقى طرف الخيط. راحوا يحللوا مية الأبار، اتضح إن النيترايت عالية. حللوا البول بتاع الناس، لقوا كل الناس عندهم نيترايت في البول عالي. الله، مش بس كده، نيترايت عالي والفيتامين سي ناقص، فأجسامهم عندهم فقر فيتامين سي. لما ادوهم فيتامين سي تحسن النيترايت. الأرض التربة كمان اكتشفوا إنها فقيرة في عنصر المولبدنم، وبالتالي بتكون النتيجة إن الخضروات يجي فيها نيترايت كتير ويجي فيها فيتامين سي قليل. ابتدوا يحطوا ايدهم على حكاية، يعني ده مصدر النيترايت اهو من المية ومن الخضار. الأمينات اكتشفوا الآتي بقى، جمع العيش المعفن اللي الناس غاويين ياكلوه وابتدوا يحللوه، فاكتشفوا ان في انواع من الفطريات من ضمنها نوعين من الفنجاي دي الفطريات. هذين النوعين من الفطريات بيزودوا الأمينات اللي موجودة في العيش 17 ضعف في يومين، يتضاعف الأمينات في العيش بعد يومين ل17 ضعف. يبقى دي خلاص بقى واضحة زي الشمس. ثانيا، هذين النوعين من الفطر هم بذاتهم يسببوا السرطان. الدنيا اتقلبت وابتدوا بقى يزرعوا كل أنواع الفطر اللي في الصين، عندهم في 10,000 نوع من الفنجاي ابتدوا يزرعوهم. والمسألة تركزت بقى حوالين طريقة الأكل، وأصبح السبب العيش المعفن، المية اللي فيها نيترايت عالية، الأرض اللي فيها عنصر مولبدنم قليل، فأمكن المسألة ممكن تحاصر. هيضيفوا مولبدنم للبذور عشان تطلع النيترايت قليل في الخضار وفيتامين سي عالي، ويدوا للناس فيتامين سي ويمنعوهم من أكل العيش المعفن. يعني
كل دي محاولات، لكن مبدئيا على بال ما تثمر هذه المحاولات هتعوز سنين، فما فيش حل حاليا الا الجراحه. السرطان المريء بيبتدي على شكل تخانه في الغشاء المخاطي، تخانه حميده، نوع من التورم الحميد في الغشاء المريء نفسه، ومع الوقت بيزيد. لو عولج في هذه المرحلة بيخف، لكن لو ما عولجش تنه يزيد يزيد لما يبقى سيفير هايبربليزيا، تورم شديد وتخانة تخينة قوي في الغشاء، وبعدين يقلب بسرطان بعد 12 سنة، والسرطان يفترس العضلات البلعوم، ويجي فجأة العيان يحس ان هو مش قادر يبلع، وتبتدي يبقى الموت قريب بقى بعد لما توصل لهذه المرحلة. العلاجات اللي موجودة للمرحلة الأولى اللي هي التخانة دي اللي بتحصل والتورم اللي بيحصل في الغشاء المخاطي، في دواء اسمه التيليرون، ده دواء مستورد غربي، لكن الصينيين ناس فقراء وغلابة ما عندهمش عملة صعبة هيجيبوا منين التيليرون ده، وما عندهمش فلوس يشتروه. فأطباء الصين وعلمائها عكفوا على دراسة الأعشاب اللي موجودة في المنطقة لغاية ما لقوا عشب اسمه كانايسن. هذا العشب المستخلص بتاعه عملوا منه أقراص، واتضح أنه أقوى 30 مرة في علاج المرحلة الأولى من سرطان المريء. العجيبة أنهم ابتدوا بقى يعيدوا نظر في كل الأعشاب الموجودة، فلقوا 10 أنواع من الأعشاب، بعض هذه الأنواع قوتها في الشفائية 100 مرة قد التليرون. طبعا اللي يستوقف النظر أنه ربنا سبحانه وتعالى لما جاب السرطان في هذا المكان جاب الشفاء بتاعه جنبه، خلق العشب اللي يداوي هذا السرطان. دي غريبة، إن ربنا لما بيبتلي بداء بيخلق دواء جنب في نفس المنطقة، نوع من الرحمة. الحكاية دي بتفكرني أيضا بالمسألة اللي حكينا عنها قبل كده، عن حيوان من الزواحف اسمه الوارة، موجود في الكويت في الصحراء الكويتية. هذا الحيوان إذا لدغته الأفعى يروح كده يسحب لغاية ما يلاقي عشب معين اسمه الرمرام، ويحك نفسه فيه لغاية ما يعور جلده فيشفى. واتضح أن هذا العشب معروف اسمه هيليوتروبوم راموسيزمم، وإنه بالفعل بيشفي من لدغة التعبان عن طريق التأثير على النشاط المناعي في الكبد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى جاب اللدغة جاب علاجها في نفس المكان، ومش بس كده، ودل الحيوان الملدوغ بالغريزة وبالوحي الإلهي على شفائه، قال له روح حك ظهرك في العشباية دي. نموذج غريب من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعدله. ونشوف الفيلم العجيب بتاع سرطان المريء، البنت بتغني، عارفين الأغنية دي بتقول ايه؟ اكشف على نفسك بدري لما تشوف ريقك يجري، اشرب من الحنفية الآبار مش نقية، ما تاكلش عيش معفن، ما تاكلش كرنب معفن، كل خضرة كل خضرواتك طازة. هي دي العبارة عن عملية توعية ضخمة بيعملوها في الصين عشان مقاومة السرطان، فبيجيبوا البنات الحلوين دول ويقعدوا يغنوا ايه واوركسترا وبتاع، وعماله تقول ما تاكلش عيش معفن، ما تاكلش كرنب معفن، حاجه غريبه قوي. اللي شوفوا الشعب كله، صاحبنا ده من بيسموهم الاطباء الحفاة اللي هم التمرجيه يسموهم هناك في الصين الاطباء الحفاة. ده يعني برنامج توعية شامل عشان مقاومة سرطان المريء،
وحشدوا كل الناس وكل العيال وبيسمعوهم وبطريقة لطيفة جدا، بيقول لك كل خضرواتك طازة وما تاكلش عيش معفن وتشرب من الحنفية ما تشربش من الايه من البير، ومنشورات زي ما احنا شايفين ورسوم. وصاحبنا ده احد افراد فرق الاطباء الحفاة بيشرح على الرسوم دي كلها، حكاية سرطان المريء ايه وسببه ايه، والعادات الغذائية لازم نبطلها لان هي السبب في السرطان. بأوتوبيس كامل مع ميكروفونات، وشوفوا الخلق بقى قد ايه، عاملين مؤتمر شعبي ضخم. الشعب الصيني شعب منضبط، لما السلطة تقول اعملوا كذا كله على طول يجي ينفذ. شوفوا الناس قد ايه خلق ملهاش اخر. طبعا كلهم مهتمين لان كل واحد في عيلته مريض او اتنين بسرطان المريء. صاحبنا ده برضه واقف من الاطباء الحفاة عمال يقول لهم، وده اذاعه كمان في الراديو، ويقول لك ما تحفظش الكرومبو وتخلله بالطريقه اللي بتعملوها لانه بيمتزج بانواع من الفطريات تؤدي في النهايه الى السرطان. كل واحد دي واخده ابنها وعماله بتاكله وبتسمع الايه الخطب بتاعه اصحابنا. هنا نموذج من حياة الناس الفقراء البسطاء في الصين، معلقين سنابل الأنف اهو. وده المكان اللي اتكلمنا عنه، لينشين في الصين، وادي من 20 ميل مربع. ودول الجماعة النخبة بتاع فرقة البحث بقى، يعني واحد منهم أخصائي أوبئة والتاني أخصائي باثولوجي، واحد جراح، واحد بيتناقشوا في الموضوع دي. بيدكوا فكرة عن الوادي، 20 ميل مربع، 70,000 من السكان هم اللي فيهم هذا الوباء الغريب السرطان، منتشر أكثر من السكان. بناخد فكرة عن العادات الغذائية بتاعتهم، ده الكرنب. بيحصدوا الكرنب واللفت، بيجيبوا المية من البير، المكان ريفي جدا والناس عايشين على الفطرة وحياة بدائية. ده اللفت ومحصول الكرنب، قلنا ان اللفت بيبشروه، شوفوا بيبشروه ازاي، وبعد ما يبشروه ينشفوه على السطوح. دي ميسز لي، ودي مريضة بسرطان المريء. شوف البشر اللي بشروه ده بقى يحطوه على السطوح ينشف. نفس الحكاية برضه في الكرنب، البعض منه ينشفوه والبعض يخللوه في المية بس من غير خل. شوفوا برضه نفس الحكاية، الخضار ينشفوه بدل التلاجة، ما عندهمش تلاجات. طبعا هيكون المرض جاي منين؟ الاحتمالات انها جاي من البيئة او جاي من مواد مسببة للسرطان او جاي من نمط الحياة او جاي من داخل العيان نفسه في شيء غلط في العيان. فهي كده بيبحثوا بقى، الراجل ده اخصائي الوبائيات ده ابيديميولوجي،
بيحكي ازاي لما جه ابتدى يتجه الى مساله الاكل والعادات الغذائيه ويشوف ايه الناس بتاكل ازاي وبياكلوا ايه. فلاحظ انهم بالقوطه بيهرسوها ويعملوها كور وقرص مع القمح المجروش وبعدين ينشفوها على السطح لما تبقى مقدده ومضرره وزي الحجر ويعلوا بقى يرمشوها. الحاجة التانية انهم يخرطوا الكرنب وبعد ما يخرطوه يخللوه ايه من غير خل، يعني يحطوا مية بس وبعد كده يسيبوه يحطوا تقالة كده وخلاص يسيبوه لغاية ما يعفن. لما يعفن اهو ده عفن وبقى عليه ريم بقى طعمه لاسع، بيحبوا بقى الحاجات المعفنة دي. وبيشربوا من البير طبعا، ابتدوا يحللهم لقوا مية البير فيها النيترايت زيادة. طبعا نتيجة انهم بيستعملوا نفس المية في الاكل بيتركز النيترايت. العيش بيعملوه من الذرة وبيعملوه على البخار زي ما شفنا في الفرن العجيب ده، ويشربوا الشوربة سخنة نار. فالاول طبعا اتهموا حكاية الشوربة السخنة وحكاية الايه القوطة اللي بياكلوها ناشفة، واضح ان هي سخنة نار. لكن يعني اشمعنى هنا؟ طب ما في الصين كلها بيعملوا كده. بيسأله بيقول له ايه رأيك هي سخنة قوي؟ فهو قال له لا مش قوي، يعني هو قرأ الترمومتر لقاها يعني سخنة زي ما هي في أي مكان في الصين، لا جديد يعني. قال لك يمكن الايه في الوقت ده بقى حصلت الثورة الثقافية. ثورة ثقافية في الصين قلبت الدنيا كلها، واحنا عارفين عصابة الأربعة عملت ايه وازاي، قفلت الجامعات وحرقت الكتب، وموت سيتونج ظهر كوثن معبود والشعب قاعد مقرفص عمال يلوح بالكتاب الأحمر وبيجددوا العهد للزعيم ولمبادئ لينين المقدسة، وكل الصين تحولت إلى محفل فظيع بالشكل ده، والجامعات اتقفلت والكتب حرقوها والعلماء طردوهم، واي شيء يجي من الغرب يبقى فساد، واي شيء غير كتاب ماو تسي تونغ الاحمر يبقى كفر وزندقه. كل الباحثين والمفكرين كلهم اللي اتنفى واللي اتسجن وكانوا ينفوهم للريف ويشغلوهم فلاحين ويعملوا لهم غسيل مخ ويحفظوهم تاني كتاب الايه ماو تسي تونغ الكتاب الاحمر، كل يوم يسمعوا من كتاب الكتاب الأحمر. كانت عملية فوضى رهيبة جدا، توقفت الحياة وأصابها الشلل تماما، وتوقف أي تقدم علمي بأي شكل. وهنا مدير فندق بيحكي عن الأيام السوداء الفظيعة اللي عاشتها الصين في أيام الثورة الثقافية، وبيقول لك ان مفيش جامعه الا واتقفلت، ومفيش كتب الا وحرقوها، ومفيش عالم الا وخدوه للتحقيق. وانا كنت اما احب اقرا كتاب استخبى واقراه، لان لو شافوا كتاب انجليزي معايا ولا حاجه كانوا يعتبروني ان انا راجل جاسوس وراجل مخرب وراجل رجعي وعاوز ادخل الافكار الفاسده الى الصين. كمان اساليب البحث نفسها العلمي اللي هي الاساليب الغربيه منعوها. دي رئيسة فرقة الباحثين دكتورة يانج. الدكتورة يانج دي بقى طبعا استولوا على كل الكتب وطردوها من المعمل اللي كانت قاعدة فيه، وبعدين شغلوها غسالة لمدة سنتين، قاعد سنتين تشتغل غسالة. صاحبنا ده بقى غسلوا له مخه ونفوه في الأرياف وغسلوا له مخه. ده متخصص في سرطان الفراخ،
توقف البحث مجرد حدوث الثورة الثقافية في الصين، استمرت الفوضى دي لغاية سنة 1970. وبعدين ابتدت تخف الحكاية دي شوية، وابتدأ الحياة الطبيعية ترجع، ورجعت الفرقة بتاعت البحث اللي كنا بنتكلم عنها، وعلى رأسهم الراجل ده أخصائي سرطان الفراخ. فجمع الفريق بتاعه وقال نعمل كبسة على الفراخ الصبح ونشوف ايه الوضع. اول فرخة طلعت فتح بقها، فلقى سرطان. شوفوا الابيض ده اللي جوه، او ده سرطان المريء في الفرخة. حاجة غريبة. بيأيد بقى عندهم دفتر يأيدهم عدد الفراخ المصابة. الفرخة دي فتح بقها لقاها سليمة، يعني معناها لقوا في النهاية الايه، من كل 4 فراخ في فرخة، ومن كل 4 بني آدمين في واحد عنده مرحلة سرطانية، سرطان مريء. جمع الناس وحاول يوعيهم، وهنا بيوريهم ادي سرطان البني آدمين وادي سرطان الفراخ في نفس المكان برضو، ده في المريء وده في المريء. طبعا ابتدى يفكر دول مين الفراخ جابوها من الناس ولا الناس من الفراخ. حصل ان جم مهاجرين اللي احنا شايفينهم، 50,000 مهاجر من مكان بعيد، ومعاهم فراخهم والفراخ سليم. بعد سنة 12 فرخة ظهر فيها سرطان، والعمال ابتدوا يظهر فيهم حالات سرطان. الحكاية اكبر من كده بقى، دي مسألة ملهاش تفسير غير ايه، الفراخ بتاكل ايه والناس بتاكل ايه، لأن واضح الفراخ بتعيش على فضلات الناس. فابتدوا يركزوا في حكاية الأكل، وابتدوا يعملوا منهج منظم عشان اكتشاف إيه المادة المجرمة اللي موجودة في الأكل اللي بتعمل في الفراخ وفي الناس سرطان. ابتدوا يقروا في الكتب عن المواد المسببة للسرطان، خاصة سرطان البلعوم أو سرطان المريء. فوجدوا مادة اسمها نيتروزامين مذكورة بالاسم ومرتبطة بسرطان المريء. هذه المادة هي السبب. المادة دي مؤلفة من شقين، شق نيترايت، هو الشق ده النيترايت، والشق الثاني هو الأمينات. الأمينات بتيجي من تحلل البروتينات سواء كان بقول أو قمح أو حاجة من دي. والنيترايت هيكون جه منين؟ هناك في الصين في المنطقة دي ما حدش بيستعمل سماد صناعي أو سماد أزوتي أو كلام من ده، فإيه النيترايت جت منين؟ زي ما قلنا ابتدوا يحللوا المية ولقوا فيها منسوب النيترايت عالي، وابتدوا ياخدوا عينات بول من الناس، وحنشوف هنا لقوا منسوب النيترايت في البول عالي. قالوا هنجرب على الخنازير نأكلهم وجبة من النيترايت ومن الأمينات ونشوف ايه اللي هيحصل، لان هي ايه اللي هيخلي النيترايت بيتحد مع الأمينات ويعمل النيتروزامين، ما هو دي في عملية اتحاد الأول. أكلوا الخنزير هذه الوجبة من النيترايت ومن الأمينات، وبعد ما أكل صبروا عليه ساعة، وبعدين على المجزرة على طول ذبحوه. أهو الجزار، أهو جزار صيني عظيم بيسن بقى سكينته. الدكتور اداله تعليمات، قال له احنا عاوزين المعدة سليمة، خد بالك طلع لي المعدة سليمة. قال له على عيني وراسي. خبطة واحدة راح فتح البطن وراح مطلع الايه، راح مطلع المعدة، طلعها كلها ايه. قال له فصل لي بقى المعدة، هيفصلها لوحدها.
آل المهدي. أيوة حطها لي، ما فيهاش كل الشغل ده، أنا عاوزها هي بس. دكتور معاك لمباته قفل فتحتين بتوع المعدة. وبعد ما قفل فتحتين المعدة ادى اوامر ان واحد من الاطباء الحفاة ياخدها فورا للمعمل وتتفتح المعدة وتتحل المحتويات. ده بقى الطبيب الحفيان، ده اطباء الحفاة دول عدد كبير جدا اسمهم الاطباء الحفاة، دخل بهم دخل المعمل وفي المعمل الأخصائي فتح المعدة وطلع المحتويات واكتشفوا ان المعدة مليانة نيتروزامين وان حصل الاتحاد جوه المعدة نفسها بين النيترايت وبين الأمينات، وبذلك امسكوا بطرف الخيط هم دلوقتي بقى عاوزين يدوروا النيترايت جاي منين والأمينات جاي منين. يعني إذا توجد الاثنين دول في الأكل هيتحدوا في المعدة ويتكون نيتروزامين، والنيتروزامين بدوره يعمل سرطان. هنا بيحللوا بول السكان، عملوا يعني مسح شامل لكل البول بتاع كل السكان، واتضح أن كل السكان عندهم نسبة عالية من النيترايت، ومش بس كده وعندهم فقر في الفيتامين سي في جسمهم، ولاحظوا ان لما بيعوضوا الفيتامين سي ناقص بيتحسن النيترايت. طيب ايه سبب النيترايت العالي والفيتامين الناقص؟ طرح ان التربة فقيرة في عنصر المولبدنم، وتكون النتيجة ان الخضار يطلع النيترايت عالي والفيتامين سي ناقص، وده السبب. شوفوا تحقيق منطقي ظريف اكنه فعلا تحقيق بوليسي، عاوزين يقبضوا على المجرم وازاي بيعمل الجريمة بتاعته. طبعا دي ممكن لها حل، لان ممكن يضيفوا عناصر المولبدنم او املاح المولبدنم من البذور، ممكن يدوا الناس فيتامين سي فيصلحهم العجز الموجود في النقطة دي. النيترايت بقى فاضل الأمينات، فهمنا النيترايت جاي منين الأمينات جاي منين. قال لك العيش، العيش الناس بيعملوه من الذرة ويعملوا الإقماع دي وبعدين يخبزوه على البخار وبعدين مش يأكلوه بقى، لا لازم يعفنوه، يسيبوه لغاية ما يعفن، ولما يعفن ويبقى له طعم جبن الروكفور يبتدوا يأكلوه. فهم عفنوا العيش في المعمل بالفعل وابتدوا يحللوا العيش المعفن، فاكتشفوا هذه القنبلة العجيبة، إن العيش المعفن فيه فطريات وفنجاي معينة بتزود الأمينات في العيش 17 ضعف في يومين اثنين. يبقى المسألة ظهرت تمام. ومش بس كده، والفطر نفسه هذين النوعين من الفطر هم نفسهم يسببوا سرطان. أكلوا العيش المعفن للفيران فالفيران جالها سرطان، بقيت الحكاية خلاص بقى مؤكدة. شوفوا الفيران دي أكلوها العيش المعفن فكلها أصابها سرطان، وسرطان إيه؟ من نفس النوع المريء. دي بقى أنواع الفطريات، ابتدوا بقى يعملوا مسح شامل لكل الفطريات في الصين ويزرعوها 10,000 فطر عشان يشوفوا إيه المصيبة اللي وراء الفطريات دي وبتعمل إيه. كل مزرعة لها شكل،
كل مزرعة لها لون. دلوقتي عرفنا ان السبب هنا مادة النيتروزامين، وان في عادات غذائية في البيئة اللي هي العيش المعفن وهي شرب المية من البير، كل دي اسباب، ونمط الحياة وطريقة اكلهم واضح ان هي سبب. حكاية ايه الشيء السبب الخاص اللي في الجسم ده مش مهم، لان الاسباب اللي حكيناها دي كافية جدا. في الواقع لما درسوا الموضوع بتاع السرطان، هنا بيوروك المصادر اللي بتسبب المرض، وان في عملوا حملة توعية، وصاحبنا بيكتبوا على الجدران منشورات اللي قلناها انه يا جماعة ما تاكلوش عيش معفن، ما تاكلوش كرنب معفن، كلوا كل حاجة طازة، اشربوا من الحنفية، وحدش يشرب من البير، كل واحد يكشف على نفسه بدري ويروح يعمل فحص البالون. عندهم طريقة للفحص اسمها البالون. عملوا صوامع جديدة للغلال معزولة عن الرطوبة عشان ما يحصلش تعفن، وحفظوا فيها الغلال والحبوب، واضح انها صوامع عظيمة جافة ومعزولة بالبوتومين تمام، ما بيخشهاش رطوبة. ابتدوا يضيفوا أملاح الملبدنم للبذور عشان يعوضوا النقص الموجود في التربة. دي الأملاح هي بيرشوها على البذور. صاحبنا ده راجل أخصائي باثولوجي عظيم، وهب عمره لحكاية سرطان المريء، واكتشف ان السرطان المريء بيبتدي على شكل تخانة في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، حاجة زي ما انتم شايفين دي، بتبقى حميدة وبريئة، لكن بعد كم سنة 10-12 سنة اذا اهملت هتزيد، وبعدين تقلب سرطان، والسرطان يفترس العضلات والمريض ما يقدرش يبلع. فابتكروا كشف بسيط قوي اسمه كشف البالون. بالونة بتقول له ابلع اكنك انت بتبلع لقمة، ما تعضش وابلع، بيبلع، وبعد ما يبلع تنفخ هي البالونة. شوف، بتنفخ البالونة، وبعد ما تنفخ البالونة تبتدي تسحبها، فهتطلع بصعوبة وتاخد معاها مسحة من الغشاء المبطن. شوف بتوجعه ازاي، هتاخد معها مسحة من غشاء المبطن للمريء. المسحة دي تحطها على ايه، سلايد او شريحة زجاجية، والشريحة هتروح المعمل. اللي احنا شايفينها دي صيدلية الصين كلها اعشاب. شوفوا العطارة دي بيدو كل حاجة هناك بالاعشاب. وزي ما قلنا اكتشفوا ان العشب كان يسا قوته الشفائية اقوى 30 مرة من التلرون الغربي اللي هيدفعوا فيه ملايين الدولارات. ابتدوا يعملوا فحص ومسح شامل لانواع الاعشاب، وابتدوا يجربوا. هنا خلاصة الكنايسا، ده بيقول لك لما يضيفها لمزرعة فول بينبت، تقوم تمنع تنبيت الفول. فده الاختبار اللي بيعملوه، تأثيرها على تنبيت الفول. وبعدين عمل مزرعة من الخلايا السرطانية نفسها، وبقى يضيف الخلاصة، فلاحظ ان هي بتوقف الخلايا عن نموها وبتموت.
فبقى عنده أسلوب يجرب بقى على الأعشاب اللي موجودة في الصين كلها بقى، يعمل خلاصات ويضيف على الخلايا السرطانية ويشوف هيجرى ايه. الراجل طالع هنا ببسكليتة رايحين الجبل عشان يلم عينات من جميع أنواع الأعشاب في الصين، فاكتشفوا إن في 10 أنواع من الأعشاب بعضها أقوى في الشفاء من التليرون 100 مرة. طبعا كل دي وسائل للوقاية، لكن هتاخد سنين عشان يبان تأثيرها. فالحل حاليا دلوقتي الحل هو الجراحة للحالات اللي وصل فيها السرطان لدرجة ما فيش أمل في الشفاء عن طريق الأعشاب، فبتروح المستشفى ده السرطان بعد ما شالوه من الأمعاء. وبعدين بيعملوا دراسة شاملة على السرطانات بأنواعها المختلفة في الصين، بيعملوا خريطة جغرافية لانتشار السرطان في الصين. فهنا مثلا ده سرطان الشعب الرئوية، وده موجود في منطقة صناعية فيها دخان وتراب وكاد وشيء طبيعي، لكن هنا في الحتة دي مثلا في كانتون موجود تركيز شديد جدا لسرطان الرئة سرطان الشعب الرئوية، مع ان ما فيش منطقة صناعية على حاجة. فايه السر؟ شفنا نموذج لحكاية سرطان وإزاي العلماء كانوا بيطردوا هذا السرطان عشان يقبضوا عليه ويقبضوا على السبب ويجنبوا المواطن الغلبان هذا المرض الشنيع. وشفنا اللي عملته الثورة الثقافية وإزاي جت قطعت الطريق على هذا البحث عدة سنوات. وشفنا صورة من داخل الصين، صورة أمينة على لسان الصينيين نفسهم على اللي عملته عصابة الأربعة وإزاي حولت الصين كلها إلى سجن كبير، وإزاي قفلت الجامعات وحرقت الكتب واضطهدت العلماء وطاردت المفكرين وابتكرت وسائل عجيبة جدا من التعذيب. الدكتورة وانجي شغلوها غسالة لمدة 2 سنين، الكاتب يشتغل كالناس، والعلماء ينتزعوهم من معاملهم ومن بيوتهم وينفوهم في الأرياف ويغسلوا مخهم عن طريق انهم كل يوم لازم يحفظوهم 10-12 صفحة من كتاب الأحمر ويسمعوا لهم اللي حفظوه. والألوف من الشعب شفناهم قاعدين معرفصين عمالين يجددوا العهد للزعيم الوثن الصنم ماو تسي تونغ ويلوحوا بالكتاب الأحمر ويحلفوا إن ما في هيكون في قراية إلا في الكتاب الأحمر، وكل ما عدا الكتاب الأحمر زندقة وكفر، وكل علم يأتي من الغرب انحراف، وكل تكنولوجيا تيجي من الغرب هي فساد وإفساد. وكانت النتيجة أن توقف كل شيء وتحول اندفاع الحياة في الصين إلى شلل كامل. أياميها كان كتاب اليسار في بلدنا عمالين يكتبوا أناشيد ومدائح في الثورة الثقافية في الصين،
وفي الوجه المضيء للثورة الثقافية للصين، وفي الأعاجيب اللي عملتها الثورة الثقافية في الصين. ومن هؤلاء الكتاب كتاب مشاهير وكتبوا مسلسلات عن الثورة الثقافية في الصين وأعاجبها، وأهابوا بنا إحنا يميها الكتاب أنتوا فين، عاوزين دوركم في الثورة الثقافية في مصر. وكان في تعتيم كامل وتضليل كامل، وظل هذا التعتيم والتضليل مستمر لغاية ما مات ماو تسي تونغ. مات ماو تسي تونغ، سقطت عصابة الأربعة، واعتقلت زوجة ماو تسي تونغ، وابتدت الحقائق تظهر حبة حبة، حقائق مخيفة ومرعبة. وجه غورباتشوف وافتضح كل شيء، وانتهت الشيوعية بالسكتة، ماتت بالسكتة. وبدأ تحطيم تماثيل ماركس ولينين، وسكتت أقلام اليسار، وكفت كف نقيق الضفدع اللي كان بيملى الإذاعات، كانت نقيق ضفادع يتنادوا كده مع بعض، شعارات شعارات شعارات، وكذب كذب كذب. وتوقف الطواف حول كعبة الكريملين، وتغيرت الدنيا وطلعت الشمس، وانتهت الشيوعية من غير لا حرب ولا ضرب. هيقول واحد دلوقتي في نظام غير النظام الشيوعي مثلا، بيعمل عملية زي عملية سرطان المريء ب30 جنيه، ده بالفعل في الصين بيعملوها، في الصين الشيوعية المريض يدفع 30 جنيه، العملية كلها ب100 جنيه، الحكومة تدفع 70 والمريض يدفع 30 جنيه. فطبعا هيقول لي صاحبنا الشيوعي أو اليساري، في دولة في الدنيا ممكن المريض يعمل عملية سرطان ب30 جنيه؟ اللي بتتكلف ألوف بدءا من 5000 فما فوق. فأنا هقول له ما هو أصل هذا المواطن الغلبان ما عندوش غير ال30 جنيه، يعني الحكومة حكمت عليه بالفقر وحاصرت كل أنواع الإنتاج اللي بيعملها واستولت على كل شيء، وفي النهاية المستشفيات مستواها زي عنابر تحت الربح وبدائية، والمريض بيجي هو وعيلته وبيناموا في الأرض وهو الوحيد اللي بقى على السرير. التجهيزات بدائية جدا في المستشفيات. العبقرية الحقيقية هي عبقرية الجراح الصيني نفسه اللي بيشتغل رغم كل هذه الظروف. عندهم جراح في الصين، جراح سرطان، يعمل العملية دي في 2.5 ساعة، استئصال سرطان المريء أي جراح في العالم بياخد 5-6 ساعات. فدي عبقرية الفرد الصيني اللي بيكافح في أسوأ الظروف. وبعدين في النهاية هذا المنهج السياسي اللي حكم على الناس اللي هم في النهاية بيأكلوا عيش معفن وأكلوا كرنب معفن ويشربوا مية ملوثة، فبيدور يدور يدور المنهج، وبعدين في النهاية ينعكس على حياة الناس، مش بس انعكاس ثقافي، انعكاس على صحة أبدانهم كمان. فده في الواقع درس كبير جدا بيأكد لنا يعني إيه الحرية، إن الحرية هي الأساس، أساس التقدم، أساس التطور، أساس الابتكار، أساس الاختراع. وربنا سبحانه وتعالى ادانا الحرية حتى الكافر، حتى في مسألة الإيمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن الحرية الحقيقية هي أساس الإيمان، وهي أساس التكليف والمساءلة، هي روح الحياة. وفي الواقع يعني دي برضو درس يعني ومؤشر مهم جدا
يقول لنا بصراحة إن مشروع الألف يوم هو مشروع أمل بالنسبة لنا، لأنه هو ده المشروع اللي هو حيخرجنا من بقايا الهيكلية الاشتراكية اللي هي لبسناها في أيام الستينات، ولبسها الاقتصاد المصري وما زال يعاني بسبب الهيكلية الاشتراكية والقطاع العام ومضاعفاته. وإن في الواقع استردادنا للحرية الاقتصادية وخروجنا من هذه الجاكيتة الجيبس اللي احنا لابسينها من أيام الستينات هو بدء عودة العافية لاقتصاد مصر، وأملنا كلنا في أن مشروع الألف يوم هيخرجنا من هذه الجاكيتة الجيبس إلى الحرية الكاملة اللي احنا نأملها. والحقيقة الفيلم البسيط والكفاح المرير اللي شفناه في الصين كان درس بيدلنا قد ايه الحرية شيء مهم وشيء كبير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.